نستهل الساعة الأولى من غرفة الأخبار بالتوتر الذي لا يزال سيد الموقف بين الولايات المتحدة وإيران. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إرسال بلاده 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط بهدف الحماية، وإيران تستبعد أي إمكانية للحوار مع واشنطن. وفي هذا الإطار تتقدم بعض الدول بمبادرة للوساطة، وتحتضن عواصم في الشرق الأوسط مشاورات ولقاءات لبحث سبل التهدئة. نريد أن يكون لدينا الحماية الكافية في الشرق الأوسط، لذلك سنرسل عددا صغيرا من القوات في حدود 1500 فرد من الذين يتمتعون بمهارات عالية من أجل الحماية. سنراقب ما يحدث خلال الفترة القادمة. ونرحب هنا في غرفة الأخبار بمراسلتنا من واشنطن هبة ناصر، كما ينضم إلينا من واشنطن عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية علي ريزا جعفرزادة. البداية معك هبة، ومزيد من التفاصيل حول انتشار هذه يعني العملية العسكرية، هؤلاء الجنود الذين سينتشرون في الشرق الأوسط حوالي 1500، هل من مزيد من التفاصيل حول هذا الانتشار؟ نعم سامي، البنتاغون رفض إعطاء الدول التي سيتنشر فيها هؤلاء الجنود، وقال أن ليس في العراق ولا في سوريا. قال أيضا اللافت، لكن دعني أتوقف عند أهم خبر أعتقد أن واشنطن اليوم أعلنته، عندما أعلن الجيش الأمريكي أنه يعتقد، البنتاغون اليوم في إيجاز للصحفيين، أنه يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني هو المرجح بأنه هو الذي نفذ الهجوم على السفن قبالة السفن في ميناء الفجيرة. وبالتالي هذا الخبر الذي كان متوفرا لدى البنتاغون، والذي يبدو أنه كان حاضرا خلال الاجتماعات التي عقدت بالأمس مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة وكبار القادة العسكريين هنا في البيت الأبيض، استبق الرئيس الأمريكي الاجتماع بالقول أنه لا يعتقد أنه يحتاج زيادة عدد الجنود، لكنه مستعد لزيادة عدد الجنود في الشرق الأوسط إذا احتاج الأمر لذلك. اليوم أكد الرئيس الأمريكي أنه وافق على إرسال 1500 جندي، وبالتالي هذا يعني أن الحاجة موجودة لإرسال هؤلاء. سيتم إرسال هؤلاء الجنود مع قدرات دفاعية لتعزيز القيادة الوسطى. هذه القدرات ستشمل كتيبة صواريخ باتريوت، وأيضا طائرات استطلاع وطائرات استخباراتية ومهندسون، وكذلك سرب مقاتلات جديد. هذا مع القوات التي سترسل إلى المنطقة. عدد القوات التي سترسل إلى المنطقة هي 900، و600 من العدد الباقي هي موجودة في الشرق الأوسط. اللافت، حينما تحدث البنتاغون اليوم في الإيجاز بعدما غرد الرئيس الأمريكي وزير الدفاع بالوكالة قائلا إنه أرسل إلى الكونغرس مؤكدا أنه وجه إلى الجيش بإرسال 1500 جندي إضافي لردع إيران، اليوم ما قاله البنتاغون في إيجاز الصحفيين إن الحملة التي لمسها من خلال الهجوم على ناقلات وأيضا المؤشرات على أن إيران كانت تحضر لنشر قوارب قادرة على يمكن منها إطلاق صواريخ، واضح أن هذا المنهج يدل على حملة تصعيدية خطرة استراتيجية من قبل إيران، لذلك تم اتخاذ خطوات الردع هذه سامي. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلتنا هبة نصر من واشنطن. أيضا ينضم إلينا من واشنطن عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية علي ريزا جعفرزادة. سيد علي، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. ما الذي يعنيه زيادة الولايات المتحدة الأمريكية قدرتها العسكرية في الشرق الأوسط؟ أعتقد بأن هذا يعني بكل وضوح أن الولايات المتحدة تأخذ تهديد النظام الإيراني على محمل الجد كما كان الحال قبل أسبوعين أو ثلاثة. ولكن القضية الرئيسية هي لماذا هذا النظام
يصعد ويطلق التهديدات ضد الولايات المتحدة وضد دول المنطقة، والتي طبعا تتطلب هذا النوع من ردة الفعل من الولايات المتحدة. القضية الرئيسية هي أن هذا النظام في مشكلة كبيرة داخل البلاد، إنه يواجه شعبا ممتعضا جدا، وهناك تظاهرات في المدن الإيرانية واستمرت على مدى سنة ونصف، التضخم وصل إلى 40%، والبطالة في أعلى مستوياتها، الفساد أيضا جعل البلاد حالتها مزرية جدا. الناس طبعا ممتعضون من سرقة أموال وموارد الشعب من الحرس الثوري الإيراني ومن حرس خامنائي، ولأن هذا النظام لم يستطع أن يرد على تطلعات الشعب الإيراني، فإنه يطلق هذه التهديدات خارج البلاد. وأيضا صعد حملاته الإرهابية في أوروبا في 2018، كان هناك العديد من حالات العمليات الإرهابية ومخططاتها الإرهابية، والتي طبعا ألقت القبض عليه الدول الأوروبية، وهي الآن تصعد تهديداتها ضد الولايات المتحدة وضد دول المنطقة وفي العراق وغيرها، ولهذا فإن رد الولايات المتحدة مبرر تماما. أكثر من دولة سيد علي يعني دخلت على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، هل دخلنا مرحلة المفاوضات عبر وسيط ثالث برأيك؟ الدبلوماسية من خلال الطرف الثالث استمرت لوقت طويل، ليس هناك جديد هنا. في كل دورة من المفاوضات في العقود الماضية كان هناك دائما طرف ثالث يتوسط، ولكن القضية هي ما إذا كانت القضايا التي يتفاوضون حولها ما هي؟ الولايات المتحدة كانت واضحة جدا بأن لديها مشكلة كبيرة مع 12 مطلبا أو 12 تحركا وسلوكا من إيران بشأن البرامج الباليستية والنووي وزعزعة استقرار المنطقة وانتهاك حقوق الإنسان. وبالنسبة للنظام الإيراني، حتى يتمكن أن يتفاوض مع بقية العالم، عليه أن يحل هذه النقاط الرئيسية. ومن الواضح ما نراه اليوم، هذا النظام ليس مستعدا لأن يتراجع بشأن برنامجه النووي والبرامج الصاروخية وتهديده لجيرانه والإرهاب. وكما ذكرت، ففقط في 2018 الدبلوماسيون الإيرانيون تم طردهم من الدول الأوروبية، من فرنسا وهولندا وألبانيا، وبعض الدبلوماسيين الآخرين أيضا موجودون في السجون في بروكسل في بلجيكا، والعديد أيضا منهم كانوا يعملون في السفارات اعتقلوا وهم في السجن بسبب تدخلهم وتورطهم في أفعال إرهابية. إذن هذا ليس سلوك نظام مستعد ليتخلى عن سلوكه الإرهابي. انظر إلى الوضع في العراق، النظام الإيراني هناك قد عزز دعمه للميليشيات الشيعية في المنطقة، وزاد من دعمه أيضا للنشاطات التي تحدث في اليمن. انظر إلى تهديد الإيراني لتدفق النفط عبر الملاحة والصواريخ والتفجيرات التي حدثت في ناقلات النفط، وأيضا المنشآت النفطية في السعودية، والصاروخ الذي أطلق أيضا بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد. هذه ليست فقط أشياء تحدث بالصدفة، إنها تحركات محددة ومصممة من النظام الإيراني ومن خلال خامنائي نفسه، حتى يروا إذا كان يمكن أن يخيف العالم ويرهب العالم ويتراجع العالم. في هذه النقطة اسمح لي سيد علي، يعني إيران بالفعل تستبعد إجراء أي محادثات تحت أي ظرف من الظروف، هذا ما قيل اليوم. على ماذا تراهن إيران من وراء تصعيد لهجتها القوية والعدائية هذه؟ النظام الإيراني يعتمد أو يظن بأنه بسبب خطابه المتشدد، ومع العديد من السلوك أو السلوكات التي قاموا بها في الخليج العربي وتلك الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية والصاروخ في بغداد، إنهم يأمنون بأن العالم سيتراجع. ولكن لا أعتقد بأن دول العالم ستخاف أو تخشى أو من هذا النظام. هذا النظام
النظام لن يربح أي شيء بخلال هذا التصعيد، وأعتقد بأن هذا دليل يعزز أو دليل آخر بأن هذا النظام أكبر راع للإرهاب وأنه يعتمد على الإرهاب والقتلة. هل برأيك تتجه الأمور إلى التهدئة أم هناك نذر للتصعيد؟ باختصار لو سمحت. طبعا الأمر كله يتعلق بالنظام الإيراني. النظام اليوم يعتمد على تصعيد الأمور حتى يأمل بأنه سيحصل على شيء منها. طبعا هذا هو المنحى، ولكن علينا أن ننتظر كيف تتطور الأمور. شكرا جزيلا لك سيد علي ريزا جعفر زادة، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كنت معنا من واشنطن.